الشرطة لقت مفتاح بيتك بالشنطة اللي كانت معها، يعني تمارا فاتت على بيتك قبل ما تنقتل وفتحت الباب بمفتاحك. ممكن أعرف ليش بدك توصل حضرتك المحقق؟ كاتب روايات بوليسية بذكائك ما بيسأل هيك سؤال أستاذ يونس. بعرف بعرف حضرة المحقق، انت رح تسألني عن سبب وجود المفاتيح مع تمارا، بس حسيت انه ظنونك راحت لمحل واحد. بس السؤال الثاني اللي رح تسألني اياه، شو في بينك وبين تمارا، او شو طبيعة العلاقة بينك وبين تمارا لدرجة انه يكون مفاتيح بيتك السري معه؟ كل اللي قلته مزبوط إلا أنه يكون هيدا بيتك السري. شكراً على المعلومة. حضرة المحقق، بعتقد انه فيك تقدر وضع حدا معروف مثلي. لازم يكتب رواية كل سنة. ما بخفيك، عندي بعض المشاكل مع نقطة طليقتي. حدا الصحفيين بيلاحقوا دائما، عنده معجبين، عنده قراء بيحبوه، هن بيحبوا يتواصلوا معه بأي وقت وبأي طريقة كانت. فما بعرف إذا بتقدر تتخيل معي وضعي ككاتب، قديش بحاجة لمكان منعزل، بحاجة لعزلتي لحتى أقدر. ما بعرف إذا عم بحسن وصل لك هذا الشيء. وليه تمارا الوحيدة من بين كل الناس كانت تعرف هذا البيت؟ تمارا، تمارا راحت، كان عندها حلم والحلم انطفى للأسف. كانت بنت ذكية، ذكية كتير وموهوبة، كان عندها مستقبل رح يكون كتير حلو. وأنا صدقت وأمنت بهذا الشيء، قررت بكل صراحة أني واقف جنبها. تتبناها يعني؟ فيك تعتبر حضرة المحقق انه ايه تبنيتها فعلا فنيا، حسب ما كانت تقلي انه هي من عائلة متواضعة وبيتهم صغير على قده، ما كانت مرتاحة، كانت حابة نوعا ما تعيش هيك بحيز لنفسها، خصوصي انه هي بتدرس تمثيل، انه كانت تحب تعيش هيك مع حالها. دراسة التمثيل احيانا بتفرض هذا الشيء، انه بدها تعمل بروفاتها، بدها تحضر حالها لبعض المشاهد، تمارين صوت، اشياء بعالم التمثيل يعني. والحقيقة انا تفهمت هذا الشيء كثير منيح، صدقتها، ومثل ما قلت لك امنت بموهبتها وعرضت عليها اذا بتحب تستخدم بيتي اللي بالجبل لما انا اكون موجود بالبلد. يا ريتني ما اعطيت المفاتيح.
أستاذ يونس رح تبقى بضيافتنا كم يوم لأنك المشتبه الأول بقتل القاصر تمارا سامي. أنا متهم بقتل تمارا سامي؟ فيك توكل محامي ومن هلا لوقتها فيك تلتزم الصمت. ما بدي التزم الصمت حضرة المحقق، اتهامكم ما بيصير. تفضل تفضل. أنا ما قتلت تمارا سالم بحظاظها. تفضل. لحظة يا أخي أسر، أنا ما اتهمت تمارا سالم، ما قتلتها. ما قتلت تمارا سالم، أنا يا حضرة المحقق. أنتوا ما بتعرفوا مين أنا؟ عم توجهوا لي هيك اتهام؟ بعدين أنا ما بدي محامي، أنا محامي نفسي. لأنه اتهامكم بالأصل باطل.